أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. واليوم اخترنا لكم رائد أعمال مميز من جمهورية الهند الحبيبة. اخترنا لكم السيد محي الدين والسيد رفيق. في البداية السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محي الدين، حابين اليوم نتعرف عليك أكثر. مين محي الدين؟ متى جيت لدولة الإمارات؟ من 2009 99 كمان. ما شاء الله. ومتى ما شاء الله يعني سوي هذا بزنس كافتيريا شباب الخان وسوبر ماركت شباب الخان؟ صار في تقريبا 5 سنة. من 5 سنة. ما شاء الله. سيد رفيق، شو الخدمات اللي بتقدمها داخل كافتيريا شباب الخان؟ شو يسوي ساندويش وجبات داخل كافتيريا شباب الخان؟ كامل، في برجر، في بعد شاي ساندويتشات، بعد عصير تشاينيز، كامل كله شيء يعني موجود ان شاء الله. هذه كله سيد محي الدين دجاج وفواكه، وهذا من وين تستوردوها؟ من وين بتجيبوها انتو عشان تشتغلوا فيها داخل كافتيريا شباب الخان؟ يجي من سوق دبي، من سوق شارجة، من اي سوق موجود؟ سوق دبي. من سوق دبي هذا يجي كامل، كله فريش ما شاء الله. ما شاء الله يعني 5 سنة موجود، يعني كله داخل شارجة معروف كافتيريا شباب الخان. ما شاء الله. شو الاشي اللي بيميزكم يعني اليوم انتو كمحل بتقدموا انتو مأكولات وسندويشات وجبات سريعة؟ انا افطار 24 ساعة نظيف، ساعة صورة بعد 2 افراد. في توصيل دليفري لشارجة من خان خالدية. بس يعني مكان قريب من هون قريب. من الخان انت بيوصل ما شاء الله. طيب لو حكينا اليوم كمان السيد محي الدين، يعني البضاعة ما شاء الله فريش، التوصيل موجود، كم برانش موجود، كم فرع موجود داخل إمارة الشارقة؟ 8. في لكم فروع خارج إمارة الشارقة؟ في منك من القوين. من القوين، بعد دبي، في بعد ان شاء الله يعني في المستقبل، يعني فيوتشر، في خطه للتوسيع وانتقال يعني لامارات اخرى ان شاء الله. ان شاء الله. شو وين ناويين ما شاء الله؟ يعني في ابو ظبي او دبي؟ في دبي. دبي بعد ما شاء الله، بعد يجي ان شاء الله 2 برانش. ما شاء الله ما شاء الله. ان شاء الله يا رب نشوفكم دائما يعني متوافقين وفي كل الامارات، على مستوى الامارات وابو ظبي وراس الخيمه والفجيره ان شاء الله تعالى. اليوم احنا سيد محي في دوله الامارات، يعني دوله الامارات الحمد لله امن وامان موجود، في الحكومه تسوي تسهيلات، يعني اي نفر بده يسوي مثلا بزنس او يفتح مثلا اي شغل بسرعه، يسوي ترخيص، يسوي اقامه، كله هذا يعني سهل. اليوم شو بتحب تشكر دوله الامارات؟ كيف بتحب تحكي شكرا عشان كله هذا يعني امن وامان وتوفير دعم وتسهيلات؟ شكرا كله في امارات، كل شيء في وادي زين امارات. ما شاء الله. سنسين بلاد بيت زين. الحمد لله. الحمد لله. مرحبا. يا هلا بيك. حابين بس ناخذ رايك اليوم يعني بالاشياء اللي بتقدمها كثير يا شباب الخان، شو رايك فيها؟ والله انا زبون عندهم اليوم، فتحوا المحل ما شاء الله عليهم. طبعا الزبون بيجي لعندهم على طول بالكار، لانهم اول شيء عندهم نظافه جدا ممتازه، الخدمه جدا ممتازه، الاستاف تبعهم جدا محترم. طبعا انت بشكل عام بتدور على هاي الامور، وهي الامور الموجوده عندهم ما شاء الله. حتى خدمتهم نجي نشرب عنده الكراك جدا ممتاز، وبنصح اي واحد يجي لعندهم. اول شيء صحتين وهنا على كل شيء يعني بتاخذوا من عندهم. اكيد. وشكرا كثير لك. يا هلا بك. هلا بك. سيد رفيق، وين هذا كافتيريا شباب الخان؟ باي منطقه في الشارقه؟ شاركة بعد مهيلة. مهيلة في بعد رولا في بعد واحد مني، ومهيلة في 4 فرع، واحد ملقين، واحد دبي، واحد
إن شاء الله. إذن أعزائي المشاهدين سوف تظهر أرقام الهواتف الخاصة بكافتيريا شباب الخان أسفل الشاشة. في نهاية برنامجنا يعني سيد محيي وسيد رفيق، شكرا جزيلا يعني على حسن الاستقبال وحسن الضيافة، شكرا لكم. إلى هنا أعزائي المشاهدين نختم حلقتنا لهذا الأسبوع، تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC وعلى التواصل الاجتماعي. دمتم بخير وفي أمان الله.